كنتو حابين تستعملوا الانترنت بلا ما حتى واحد يعرف لي بي تاعكم ولا واش راكم ديروا، تور هو الحل. لما شفت الفيديو اللي داروها اوبن هاردوير ارجيري على هوت سبوت جاتني الفكرة تاع استعمال لراسبيري بي كتور بروكسي. لقيت بزاف من المعلومات على الويب، مع شوية بحث وتجريب راح نقدم لكم البروجي تور بي اللي راح يسمح لكم باش تستعملوا تور عن طريق الهوت سبوت واي فاي تاع لابي. باش نبداو لازم نديرو ميزاجور تاع السيستم. في المرحلة الثانية لازم نطاليو تور، موراها نفتحو فيشي تور سي لي نلقاوه في ريبرتوار سلاش /etc سلاش /tor ونزيدو له بعض الأسطر تاع لا كونفيغوراسيون. لازم دوكا نبدلو SSID والمود باس تاع الهوت سبوت ونبدلو النظام تاع سيكوريتي تاعو من WPA1 ل WPA2. المرحلة الثالثة نمحيو قاع لي راجل تاع اي بي تاب القديمة ونزيدو لي راجل جدد. نسجلوهم باستعمال EPTAB Save. باش ننجمو نديبوغيو تور ونعرفو ونراه البروبلام نديرو لفيشي لوغ. مابقالنا غير نمشيو لو سيرفيس ونرجعوه يلونسي مع البوت. نقدر نسييو تور بروكسي تاعنا، نكونيكتيو للسيت www.ipchicken.com. كما راكو تشوفو يعطينا اون ادريس اي بي ايطاليان. وبعد مدة يعطينا اون ادريس اي بي واحد اخرى في هولندا. هكذا يبدل التور بروكسي تاعنا لزادريس اي بي وحدة مور وحدة باش واحد ما يعرف الاي بي تاعنا.